بيتجدد اللقاء دايما مع جمهورنا وحلقة جديدة من هي سيليبرتيز معي أنا ليندا بعيني. ناخد جمهورنا اليوم بجولة عبر حسابات المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وسناب شات. غادة عبد الرازق بتخيف جمهورها عبر سناب شات، أما بنت أحلام بتفاجئها على انستغرام بهدية مميزة للغاية، وعبد الله السطحان لحليمة بولين دلعك أوفر والأخيرة بترد يا موز. أما سيرين عبد النور الحقت صار عن بعض البشر وراثي، فمين قصدت؟ وبلقيس بتوجه درس للطلبة عبر الانستغرام. سناب شات بخصص لهيفا وهبي فلتر النحلة. بعد الهجوم اللي تعرضت له الفترة الماضية وأيام الجمهور بوصف تصرفاتها بالصبيانية، ردت الفنانة غادة عبد الرازق على منتقدينا بفيديو اعتبروه كتير إهانة لجمهورها. ونشرت غادة عبد الرازق عبر تطبيق سناب شات فيديو مثير بتطل فيه بشكل مخيف للغاية ومرعب، وأرفقت غادة تعليق على الفيديو قالت فيه: علشان اللي بيحبوا يفتوا كتير بتعليقاتهم على اللي أنا بنزله هيدا ردي عليهم. فيما نشرت الفنانة أحلام عبر حسابها على تطبيق الصور إنستغرام صورة لإلها من هدية بنت فاطمة، وكتب التعليق على الصورة قالت فيها: حبيبتي بنت فاطمة، هدية منها اللي هي عملتها بإيدها، شوفوا هالهدية على سنابي. من جديد بتثير الفنانة حليمة بولند الجدل، فبعد نشرة لمجموعة من مقاطع الفيديو والصور من لقاء بيجمعها بالفنان السعودي عبدالله السطحان، حتى إن أرفق التعليق على بعض الصور بقوله للفنان عبدالله السطحان يا موز. تعرضت بعد حليمة لموجة هجوم من جانب الجمهور السعودي، وبرد للسطحان على هيدي الانتقادات قال إنه حليمة قامت بزيارته من أجل التباحث بمشروع فني جديد. وكتب السطحان عبر حسابه على تويتر قائل: كل هالضجة لأني اجتمعت مع الحبيبة حليمة بولند وبيننا متر و 25 سنتيمتر بالمكتب، إيه لو سويت مثل ما سووا ويش تبون تسوون بي؟ إذا نسجل استابات ورا بعض ما ينفع؟ لا ما أحبه. ليه؟ فاجأت النجمة سيرين عبد النور متابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة كتبت فيها: الحقد صاير عن بعض البشر وراثي، بيظهر لك الوفا والسم بداخله مكبوت، ومن كتر ما بداخله خبيثه يمكن لو بلع ريقه بموت، فمين قصدت سيرين بهالتغريده؟ اما الفنانه بلقيس واللي بتتفاعل مع جمهورها بصوره كبيره نشرت فيديو طريف عبر حسابها على موقع انستغرام، وارفقت معه تعليق قالت فيه: نداء لجميع الطلاب والطالبات، رحموا المعلمين والمعلمات، من سالفة بروح الحمام تراها مكشوفة، وعملت منشن للطلاب والطالبات. سيدة بلقيس عادي رح حمام؟ ناو ناو. شكرت النجمة اللبنانية هيفا وهبي القيمين على تطبيق سناب شات لتوثيقهم حسابها الخاص وإعادة فلتر النحلة فقط لحسابها. وأطلت البي هيفا من ولاية فلوريدا الأمريكية أول فيديوهات لإلها بعد غياب، مؤكدة أنها سعيدة بعودتها بعد ما اشتاقت لمحبيها وجمهورها، وأجدد أهداف النحلة هيفا تحضير نفسها للعودة إلى المدرسة. أنا كثير حب القارية والآيس كريم وكل شيء، مش هيك أنا؟ مش أنا كنت مخطوفة وحرام وكل شيء؟ يلا بتمنى مشاهدينا تكون عجبتكم مواضيع حلقتنا لليوم، وما تنسوا تتابعونا على موقعنا hiamag.com، واكيد اذا حابين تعملوا لنا فولو على مواقع السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وما ننسى الانستغرام، واذا راحت عليكم الحلقات السابقه فيكم دائما تعملوا لنا سبسكرايب على هي ماجازين. انا بشوفكم بالحلقه الجايه، باي باي.